هذا واقع تعيش الكرة السعودية، عدم وجود مهاجمين. إيه كيف عدم وجود مهاجم؟ مهاجمين موجودين. مهاجمين موجودين. إيه لكن إيه في فرق. إحنا نقول في موجود مهاجمين، إحنا كفنيين نقول غير موجود. شلون؟ السبب. لا شلون غير موجود مهاجم؟ غير موجودين. يعني في صالح الشهري مو مهاجم، في راس البريكان مو مهاجم. هل يلعبون اساسيين في انديتهم؟ لا. هنا عشان كذا نقول مو موجودين. اها. هنا اذا هو ما يلعب كيف حيكون جاهز؟ عطني اللاعب كيف حيكون جاهز؟ من الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه ومن ناحيه حتى التعود على مواجهه المرمى، من ناحيه التعود على مواجهه المنافسين. احنا في انديتهم كلهم مهاجمين اجانب، فانديتنا خلينا نتكلم واقعنا كلهم مهاجمين اجانب. فله السبب فراس يشارك يعني لحد كبير مع الفتح يشارك اي إيه لكن كبديل. بعض الاحيان ممكن يشارك كاس، ولا كان الغالبيه كبديل. في بدايه الموسم لعب مباراه زين، بس بعد ذلك هو ما كان جاهز ترى في هذا الموسم. لحظة بعطيك أبو إبراهيم. ليش أبو سعد أنا أقول لك المعلومة هذه؟ لأنه تواصلوا معي إدارة الفتح في حلقات ماضية وذكروا لي قالوا ترى فراس البريكان ما كان جاهز ولا ممكن يلعب أساسي في المباريات الماضية. يا أبو إبراهيم إحنا لما نتكلم ولا نقول شوف لعب هو المباراة الأولى، المباراة الثانية جابوا أجنبي وحطوه احتياط. لا تقول لي ما كان جاهز، ما كان جاهز كيف يلعب؟ أنت تتكلم عن دوري وانا ادخل لاعب ما هو جاهز وشلون يلعب؟ لا تجلسون تتكلمون كلام غير منطقي، لانه لو ما هو جاهز ما لعب زي زملاء الاخرين.